زلمه ما في شيء نحكي عنه، بس بنرجع لعندك كمان. خلص كوراي. شو طالعة؟ خلصت المحاضرة. كوراي رح يصور فيلم قصير عن الحياة الليلية مشان قسم السينما بالجامعة بقسمنا. أنت كمان بتحب تجي؟ لا. لا؟ شي غريب. جوابك سريع. بدك يعني طول بالحكي. كنت حابب انك تجي. وانا كمان حابب. نعم جانسو. فريحة وينك؟ أنا بالجامعة وطالعة هلا. ليلى تعي لعنا. تعي لعنا فورا ضروري. إيه؟ ماشي. أنا كمان في شغلات كتير لازم أحكيها معي. يعني فريحة اللي بيشوفك بيقول جاية من سفر، كلهم بيناتنا أربع طوابق وما بتاكل الجاي لهون غير خمس دقايق. أنت بتعرفي قديش طلعت ونزلت من هالخمس طوابق؟ إذا كنتي ملاحظة صار وقت كب الزبالة. شو يعني كنتي عم تكبي الزبالة؟ لا تشغلي بالك، تحممت. فريحة أوعك، والله مو هيك قصدي أبداً. على كل من زمان ما حكينا سوا، بدي أسألك عن شغلة مهمة. أنا بالأول لازم أسألك عن شغلة جانسو. أنا لحظة. لارا قالت لي انك انت وامير صراف اغلب بتعرفوا بعضكم، شافتكم وانتوا عم تشربوا قهوه سوا. تفاجأت لما عرفت، لانك لما شفتي امير بالمشفى ما عرفتينا عليه. لهيك انا جانسو حبيبتي. فريحه ما حسيت انك اجيتي. وانا كنت عم بسالها لفريحه عن القهوه اللي شربتها مع امير صراف اغلب. خليني اشوف من البدايه. أمير صراف أغلو وفريحة. شفتي بالله أمير وفريحة بالكفة اللي قريبة من هون وعم يشربوا قهوة. يمكن لارا شافتها مع براد بيت كمان. وليش لا بقى، طالما عم تكذب خليها تكذب. بس هالمرة البنت طار عقلها عن جد. يعني بس مشان تعصبني احتارت شو بدها تحكي. بس والله عيب. يعني أمير صراف أغلو اللي منعرفه وفريحة اللي منعرفه. أنا صار لازم أروح. فريحة اوعى تفهمي غلط، نحن ما بنضحك عليكي، عم نضحك على لارا. مو طبيعي اللي عملته. على أساس بدك تحكي معي شغلة، ما قلتي لي شو هي؟ ما في شيء مهم أبدا. شوفكن. بس ما تكون أخذت على خاطرة. يعني معقول أخذت على خاطرة؟ لا حبيبتي، حتى هي لاحظت إنه الشغلة بتضحك. قال عم يشربوا قهوة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. لك بنتي ليش سكرتي الباب هيك؟ ماما أنا رايحة لعند جانسو. شو هالحكي؟ هلأ نزلتي من عندهم؟ عندي وظائف بدي أخذ الكمبيوتر. ما بيصير حبيبتي، تأخر الوقت عيب. أمي ما تأخر الوقت ولا شيء، أبوها مو بالبيت. يعني إذا تأخرت بنام هنيك. شو تنامي هنيك؟ ما بيصير هيك، خلصي درس وبعدين انزلي لتحت. ماما بابا مو هون أصلا وأنتي بتنامي بكير. شو رح يصير إذا نزلت ولا ما نزلت؟ يعني رح تنامي فوق؟ وشو رح أعمل مع هاد نفخت له براسه طول الوقت أنت رجال البيت؟ والله بيخبر أبوك. ها Thank you.
رايحة أمي. يلا روحي لشوف وعملي اللي براسك، بس بخلقة سينما لقلك. المكان اللي ببلش منه كل شيء، المكان اللي بتبلش منه الليالي ويمكن اللي بتنتهي فيه. إذا بتقربوا شوي على بعض فيه. خلصت الشغلة، رائعة. الكون شي فيكن روح النجومية. أوه، مين اللي إجا؟ شو الأخبار؟ أهلا وسهلا. كيفك؟ فريحة؟ En sevdiği renk mor olan kadın. En sevdiği kelime asi. من وين طلعت لنا هاي هلا؟ En sevdiği oyun incitmek beni. Öncü çocukluktan kalma yara izi. Zamanı yaralarla ölçen kadın. Geçmişiyle kavgalı. Kar yasınan kız çocuğu. Geceleri isyankâr gündüzleri ipleri dolaşmış uçurtmalar misali ne beraber uçabildik boş verip şu dünyayı